منطلق للدوحة. بسم الله. سبعة ديال السوايع. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. أول رحلة في سنة 2024، الرحلة ديالنا شوية سبيسيال. علاش؟ لأننا إن شاء الله غادي ناخذ الطريق في اتجاه القارة الآسيوية. أكثر من 6000 كيلومتر غنضربوها اليوم. غادي نتجاوزوا 3 ديال المطارات وغناخذوا 2 ديال الطيارات. فوجدوا معايا راسكم، وفي الطريق ان شاء الله غادي نوريكم حتى المراحل اللي كندوزوها باش اننا نركبوا في الطيارة. يلا على بركه الله. اول مرحله في المطار هي تشيكين. اننا كنجيو هنايا لتشيكين بالنسبه للخطوط الملكيه المغربيه اللي غادي نسافروا معاها. فكنقدروا هنايا عن طريق لي تيكيت ديالنا نعرفوا لو ستاتيو ديال الفول ديالنا، واش قرب يتحرك، واش كانسلد، نقدروا نعرفوا عليه اي معلومه. فديروا تشيكين. بسم الله. معكم ناديه بقدر. منطلق للدوحة. حتى شو تقريبا دابا حنا واحد 15 دقيقة قدام تشيكين، كيشوفوا لينا الفيزا. كنتمنى الأمور تدوز مزيان. شكون اللي كنقول الأمور غادي تدوز مزيان إن شاء الله. دابا دوزنا تشيكين. اول مرحله هي اننا كنمشيو للكونطوار كنطلبوا التيكي ديالنا. فخدينا تيكي ان شاء الله. اول رحله غادي تكون من مطار محمد الخامس اللي كتعتبر البوابه ديال القاره الافريقيه، والوجهه ان شاء الله غتكون مطار حمد الدولي بالعاصمه ديال قطريه الدوحه. يلا بسم الله. طبيعة الحال الرحله ديالي ما غاديش نمشي بوحدي، معايا صديقه الرحلات مريم. هلو مريم. كيفك؟ كيف الامور؟ والله تمام. والله تمام. فان شاء الله الرحله عندي انا ومريم ان شاء الله كيف ما قلت لكم للدوحه. البوابه ديالنا جات سوتيغون. وصلنا دابا لاخر مرحله اللي هي البوردين. وصلنا للجيت ديالنا اللي هو رقم E2 اتجاه الدوحه. ان شاء الله غادي نحاولوا نتسناو دابا تقريبا 20 دقيقه، لان الطياره غادي دير الاقلاع ديالها مع جوج بتوقيت المغرب بطبيعه الحال. وهنايا بالنسبه لهذه الرحله هذه فهي رحله ديال الخطوط القطريه، ولكن اوبريتد باي الخطوط الملكيه المغربيه. بالنسبه لهذه القضيه هذه ما معروفاش بزاف، لان بعض الرحلات مثلا كتكون قطر ايرويز عندهم الرحله من المغرب، ولكن ما عندهمش ستاف واجد، ولا دايرين واحد الاجريمنت مع الخطوط المغربيه باش انهم يتكلفوا بهذه الرحله هذه. وسكي لوكا اليوم يعني الرحله اليوم مع قطر ايرويز، ولكن غنسافروا مع ستاف ديال لاغوايليغ ماغ. فوالا. مريم ار يو ريدي؟ يس اي ام. فوالا مريم طالع على الدم. انا طالع على الدم حيت ما خلوليش نصور. خير ان شاء الله. خير. يلا ان شاء الله نخرجوا دابا نمشيو نركبوا في الطياره. على وقت الرحله. بسم الله. سبعه ديال السوايع. اطول رحله غادي ناخذها. فيري هارد. لان اكثر رحله كنت جربت كانت من مطار الدار البيضاء لمطار اسطنبول 5 سوايع. دابا غنجربوا 7 سوايع و10 دقائق. يلا على بركه الله. يلا توصلوا على خير. السلام عليكم. شكرا. واخيرا من بعد 7 ديال السوايع وصلنا للدوحه العاصمه القطريه. حنا دابا في مطار حمد، من احد اجمل المطارات في العالم، 9 اكبر مطار في العالم. اول ملاحظه لاحظناها ملي وصلنا هي التنظيم خيالي كاين في هذا المطار، وكذلك اختاروه كافضل مطار في الشرق الاوسط في 2020. مطار خيالي ما يمكنش حلوه. عندنا هنا غير ترانزيت، يعني غادي نبقاو تقريبا ساعتين حتى ساعتين ونص باش ناخذوا ثاني طياره ونكملوا الرحله للوجهه النهائيه ان شاء
الله. دابا يلا دزنا السيكيوريتي حيت هاد البلاصه هادي كتخص الناس اللي كيغيروا الطيارة، يعني ما كدوزوش من عند شرطه المطارات، فقط كننزلوا من الطياره وكنجيو لواحد لا زون كتسمى ترانزيت زون. هاد لا زون هادي كنبقاو فيها حتى كتجي الطياره الثانيه ديالنا. فوالا هادشي اللي كاين. اش دير ويفي بوست ضروري. كاين بزاف ديال الابليكيشنز اللي مع الاسف ما خدمناهمش اللي كتقدر تعطيك نيميرو كيكون وهمي فيرتوال في اي بلد وصلتي ليه، كيمكن لك تحط الداتا يعني كتشري انترنت وكتخدم به. مع الاسف حنا مازال ما دخلناهاش في الهاتف ديالنا. فوالا ماشي مشكل، حتى نوصلوا للفاينل ديستنيشن. بعد 10 ديال السوايع 7 ديال السوايع من مطار محمد الخامس لمطار حمد الدولي بالدوحة، بقينا ساعتين وخدينا طيارة أخرى مع الخطوط القطرية، وصلنا للوجهة النهائية اللي هي مطار أبو ظبي. مرحبا بكم في الإمارات العربية المتحدة. وصلنا دابا 4 ديال الصباح، خاصني غير متأكد واش بصح 4 ديال الصباح. فوالا شوفوا، فوالا 3:12 دقيقة وصلنا دابا. غادي نمشيو ناخذوا لي باجاج ديالنا حيت لي باجاج كاملين دفعناهم اون صوت باش هكا نبقاو خفاف. دونك غادي نمشيو ناخذوا الباجاج وان شاء الله غتبدا المغامره ديالنا في الامارات وبالضبط في ابو ظبي. غنمشيو نكسبيرينسيو والاكسبيرينس ابو ظبي ان شاء الله. غادي نكتشفوا فيها الثقافه ديال السكان ديالها، خاصه ثقافه البدو. غادي نكتشفوا الجماليه ديال هاد الاماره هذه اللي كتشكل اماره من الامارات السبعه ديال 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 اليو اي. دونك المغامره ان شاء الله غادي تبدا. كنضرب لكم موعد في الفيديوهات الجايه. فريمون انا كنوعدكم الفيديوهات اللي غادي تجي ان شاء الله من بعد هذا الفيديو غادي تشوفوا فيها الثقافه الاماراتيه بامتياز. غنحاول نقربكم من الشعب الاماراتي، غادي نحاول نوريكم الثقافه ديالهم، كيفاش هاد الدوله تحولات من دوله بتقاليدها العريقه لدوله ولات متقدمه من جميع الامارات ديالها، ولا معروفين خاصه دبي الى غير ذلك. ولكن هذه المره غنكتشفوا ابو ظبي. يلا كنضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديوهات القادمه، وكنقول لكم كثر الله اسفاركم وبسلامه.